هذا السائل يقول: ما حكم من يفسر معنى لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله عز وجل وأنه الخالق الرازق؟ هذا توحيد الربوبية، هذا أقر به المشركون، إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلا يكفي هذا في تفسير لا إله إلا الله. ما هو معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق ولا رازق إلا الله، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها الصحيح. يفسرون بما شاءوا، لكن ما فيه تفسير صحيح إلا هذا، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.